في الفيديو ده هنتعلم ازاي نستخدم السلوب ديفليكشن ايكويشنز مع الفريمز اللي فيها سايدز واي بتتحرك افقي فيها ديفرنشال ديسبليسمنت هوريزونتالي او فيرتيكالي. فالحركه دي هتولد بساي اللي هي دلتا على ال. امتى يحصل الكلام ده؟ لو مثلا عندنا جيومتري سيمتري بس اللود ان سيمتري او العكس، فاللود بي هنا مش في النص، فالمومنت هنا هيكون اكثر من المومنت هنا. المومنت بي سي هيحاول يودي البي رايت، السي بي هيودي السي ليفت. مومنت اكبر من مومنت يبقى الفرق بينهم هيكون يمين، فالفريم كله هيتحرك يمين، فيكون عندنا هنا بساي مع الساعة بوزيتيف، نفس الشيء بوزيتيف قيمتها دلتا على الطول اللي هو اي بي. وبالتالي في عندنا مجهول زيادة اللي هو بساي اللي هو دلتا، مش عارفينها بكام اللي عارفينه، هتفضل الدلتا مجهول، ففي مجهول زيادة هتطلب equation زيادة. تعالوا نطبق ده على مثال ونشوف ازاي ممكن نجيب الإكويشن دي. We'll determine the moments at each joint of the frame shown. والاي is constant. الاي fixed فما عندهاش ثيتا ولا الدي. فالثيتا اي ودي بصفر من fixed supports. البساي الدي سي دلتا على 6. والبي الدلتا هنا نفس الدلتا هنا. فالبساي اي بي دلتا على 4 اكبر شوية. فدلتا على 4، الدلتا عبارة عن ايه؟ عبارة عن دي تحت هنا، يبقى 6 دي سي. اشيل الدلتا بساي دي سي، اشيل الدلتا واحط 6 بساي دي سي على 4، يعني 1.5 بساي دي سي. يبقى البساي اي بي ليها علاقة بالبساي دي سي 1.5 منها. المومنت AB زائد المومنت BA بصفر، والمومنت CB زائد مومنت CD بصفر، دول معادلتين عشان الثيتا A والثيتا الثيتا B والثيتا C، بس لسه عايزين معادلة للدلتا. طبعا عندنا ست معادلات بتوع المومنت في كل سيجمنت اتنين. تعالوا نكتب السلوب ديفليكشن ايكويشنز اللي احنا عارفينها الأول. بالنسبة لل AB عندنا 2E ال KI على L، 2 ثيتا نير اللي هي الA بصفر، الثيتا بي الفار يعني بي مجهولة، ماينس 3 بساي هي بساي اي بي، بس الاي بي قلنا بساي اي بي عبارة عن 1.5 بساي دي سي عشان ما نكترش المجاهيل. فطلعت الاكويشن الاولى. الاكويشن التانية نكتب ام بي اي 2 اي اي على ال، 2 الثيتا نير اللي هي بي، الثيتا فار اللي هي الاي بصفر، ماينس 3 نفس البساي. طلعت ايكويشن رقم 2. بالنسبه للبي سي الافقي اللي هو ده ما فيهوش طبعا بساي، ما فيهوش اي سيتلمنت تحت ولا لفوق، وبالتالي نكتب له معادلتين، ما فيش اي فيكسد اند مومنت عندنا في السؤال. البي سي 2 اي اي على 5 الطول 5، 2 ثيتا نير اللي هي ثيتا بي، والثيتا فار اللي هي ثيتا سي، ومفيش بساي ومفيش فيكسد اند مومنت. طلعت الايكويشن رقم 3. السي بي 2 اي نفس الاي على 5 الكي، 2 ثيتا النير هي سي والفار هي بي، ومفيش بساي ولا فيكسد اند مومنت. دي الايكويشن رقم 4. اخر سيجمنت اللي هو سي دي هنكتب له ايكويشنز. 2 اي اي على 6، النير سي والفار دي بصفر، وما عندناش اللي عندنا بساي 3 بساي دي سي. هنسيبها دي سي زي ما هي، احنا بس شلنا البي سي وكتبناها بدالة الدي سي. طلعت الكويشن رقم 5. الكويشن رقم 6 للدي سي، النير هو دي بصفر والفار سي، وماينس 3 بساي سي دي او دي سي، طبعا هي بوزيتيف، هي الماينس دي في القانون والبساي هنا، وبعد كده هنحطها بوزيتيف. لا خلينا نقول حطيناها بوزيتيف لانها مع الساعة، لكن لو طلعت سالب معناته ان هي تبقى عكس الساعة. عندنا ست معادلات دلوقتي، وعندنا معادلتين عند الجوينتس اللي هو مجموع المومنتس بصفر عند البي وعند السي.
طيب في إيكويشن كمان نحتاجها علشان دلوقتي احنا عندنا مجهولين ثيتا بي وثيتا سي وست معادلات دول هجيب منهم المومنت، محتاجين إيكويشن تالتة عشان عندنا بساي. لو شفنا الفيرتيكال سبانز هنا في ام اي بي فرضينه بوزيتيف وهنا فرضينه بوزيتيف، الاتنين دول يدوروا مع الساعة فيطلع ال في اي لو مع الساعة برضو يطلع المجموع ده زائد ده على الأربعة بس بالسالب لأن كلهم نفس الاتجاه. ال في دي نفس الشيء هيكون مومنت سي دي زائد مومنت دي سي على الطول ستة، طبعا ده هيكون معاهم فيعني هيروح الجهة التانية يبقى بالسالب. عندنا 200 أفقي هنا اللي هو الهوريزونتال فورس، ال 200 يمين ماينس ال في اي ماينس ال في دي اللي احنا فرضينهم دول بصفر اللي هو سيجما الاف اكس بصفر، هنا في ماينس وماينس فماينس مع ماينس يكون بلس نفس الشيء، ماينس دي مع الماينس يبقى بلس، فصار عندنا ايكويشن ثالثه فيها ام اي وام بي اي، طبعا دول كلهم دلاله الثيتا بي والثيتا سي والبساي. عندنا عند الجوينت بي ام بي اي زائد ام بي سي يساوي صفر، هذه معادله فيها ثلاث مجاهيل. نفس الشيء هنا سي بي زائد سي دي بصفر، طلعت جمعت المعادلتين 4 و5 طلعت معادله فيها ثلاث مجاهيل. وعندنا هنا معادله نصفيها نفس الشيء نصفيها طلعت معادله اهي اللي هي المعادله رقم 7 خلينا نقول دي هنصفيها، هنجيب الام اي بي والام بي اي طبعا بداله الثلاث مجاهيل نفس الشيء دول يبقى معادله ثالثه. يبقى لو حلينا المعادله 2 مع 3 اللي هي دي اللي هي اي 1 مع المعادله دي اللي هي اي 2 مع المعادله اللي هي الاربع معادلات اللي هم بتوع الاربع مومنتس اللي ظهروا في هنا الاربعه دول، لما اجمع واقسم واصفي يطلع لي المعادله اي 3 اللي هي دي. مثلا عندي ثلاث معادلات احلهم مع بعض اللي هي اي 1 مع اي 2 والاي 7 قلنا اللي هي دي. طيب صار ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل نحلهم بالشيفت مود 2 هدينا الثيتا بي والثيتا سي والبساي اهي الثلاثة دول جبناهم. نعوض بقى في الست معادلات بتوع المومنت من 1 ل 6، هنجيب المومنتس ام اي بي بي اي يطلع زيه بي سي بس بعكس الإشارة، سي بي وسي دي بعكس الإشارة والدي سي، يبقى جبنا الست مومنتس المجهولة عند الفيكسد هنا، هنا في واحد وهنا في اتنين زي بعض بس بإشارة مختلفة وهنا في اتنين وهنا في واحد. طبعا ممكن في خطوات تالية نحسب الشير لكل سبان والمومنت ونرسمهم لو كان طلب، بس هو هنا بيقول determine the moments at each joint.